تواصل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق المركزية والتجارية استمراراً لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتجديد الرقابة على الأسواق التجارية. هذا وتجدد الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن التلاعب بالأسعار عبر قنوات التواصل الرسمية للوزارة. استمرارا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتجديد الرقابة على الأسواق التجارية خلال هذه الفترة للتحقق من توافر السلع الغذائية واستقرار أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بخصوص تكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتجديد الرقابة خلال الشهر الفضيل شهر رمضان لتكثيف الجهود والتأكد من توافر السلع الغذائية، إضافة إلى ذلك التحقق من أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ونحب نؤكد في وزارة الصناعة والتجارة على مدى الأسبوع كامل الحملات التفتيشية موجودة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. هذا وتواصل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق المركزية والتجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية في كافة محافظات مملكة البحرين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين في حال رصد أي تلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو الغش التجاري وأي مظاهر غير قانونية. كثفت إدارة التفتيش حملاتها التفتيشية والرقابية على مختلف محافظات مملكة البحرين، وحاليا طبعا متواجدين في إحدى البرادات، وذلك للتفتيش والرقابة على السلع والمواد الاستهلاكية. ولله الحمد جميع المنتجات متوفرة وبكثرة في مختلف محافظات مملكة البحرين، ولا يوجد أي مخالفات يتم رصدها من ناحية ارتفاع في الأسعار أو التلاعب بالأسعار. ننصح المستهلكين بعدم التهافت، لأن نفس ما نشوف المنتجات موجودة والتهافت على نفس هاي المنتجات يسبب شح، والشح يسبب ارتفاع في الأسعار، فهذه احنا ننصح حتى المستهلكين بعدم التهافت عليها، لأن موجود المنتجات الحمد لله في السوق ووجود المفتشين في الأسواق ذلك للتأكد من وفرة المواد الاستهلاكية للسلع. كما تجدد الوزارة دعوتها للمستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو أي ممارسات غير قانونية على قنوات التواصل ومنها النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل.